استاذ اسامه، انا معلش بعيدا عن التفاصيل والقوانين والقرارات والكلام اللي رئيس مصلحه قاله وزميل حضرتك في اتحاد الصناعات قاله، انا بسال كمواطن مصري شايف انه مثلا المغرب دلوقتي بتصدر سيارات وايران بتصدر سيارات، وفي دول يعني المغرب دوله عربيه وايران دوله طبعا اقليميه موجوده، انا بسال هو احنا ليه حظنا وحش في صناعه السيارات؟ مش حظ وحش يا فندم، هو مش حظ وحش. التجربه المغربيه دي تجربه عظيمه جدا، وانا برضو بطالب ان احنا يعني ايه دي يعني بصدق محتاجين ان احنا نحط فوكس عليها. التجربه المغربيه، تعالى شوفوا المغرب هي عملت ايه عشان توصل لوصلته. عملت ايه يا فندم؟ عملت ايه؟ المغرب، عملت ايه؟ هقول لحضرتك، المغرب النهارده استدعت كل الشركات الام على مستوى العالم، عملت لهم تخفيض 25% الضرايب لمده 25 سنه ما يدفعوش ضرايب، عملت لهم خطوط انتاج، عملت لهم خطوط سكه حديد. المغرب جابت الشركات وخلت الشركات تكسب في المغرب اكتر ما بتكسب في 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 في, في شركاتها. النهارده اكبر صادرات المغرب يعني المغرب بتصدر لاسبانيا وايطاليا وفرنسا، فرنسا اللي هي صاحبه الشركه رينو. رينو معروفه مش سير، رينو مظبوط. بتصدر لها. النهارده حفيظ العلمي اللي هو وزير التجاره والاستثمار المغربي كان بيحتفل من شهرين بانتاج سياره رقم مليون، النهارده المغرب وقعت عقد مع بي واي دي عشان انتاج سياره كهربائيه. المغرب النهارده بتصدر مليار دولار سنويا محركات اجزاء محركات طيارات. المغرب عملت مركز اقليمي، اكبر مركز اقليمي في الشرق الاوسط، بيخدم 81 دوله، بيخدم اكبر 100 مستورد للسيارات على مستوى العالم، مركز ابحاث. كل ده المغرب صدرت 1.5 مليار قطع غيار سيارات السنه اللي فاتت. تعال نشوف المغرب النهارده جابت رينو لوجان، هل وقفت؟ لا، راحت عملت تعاقدت مع بيجو ستروين وعملت مصنع في المنطقه الاطلسيه في مدينه القنيطره بانتاج 200,000 سياره. يبقى النهارده هم بيحتفلوا السنه اللي فاتت ان هم انتجوا 383,000 سياره، طبعا على مدار الاربع سنوات تحركوا 333 300,000 303 383 السنه اللي فاتت 1000 سياره لوجان و200,000 من مصنع القنيطره اللي احنا بنتكلم عليه. لك ان تتخيل مارك رصيف المدير الاقليمي رينو المغرب بيقول ان احنا في 2020 احنا هنتخطى المليون سياره سنويا، واحنا واقفين بنتفرج حضرتك. لا، لازم نتحرك ونشوف التجارب ديت، لازم تعمل تسهيلات للمستثمر الاجنبي عشان تجيبه من بره، ده هيوفر لك فرص عمل. السنه اللي فاتت المغرب وفرت 50,000 فرصه عمل، وده رقم مش بسيط، احنا اللي محتاجين ده، والناس دي كانت عايزه تتعاقد معانا. طب دلوقتي الرينو راحت من عندنا والبيجو والستروين تعاقدت معاهم، هنقف نتفرج لغايه ما بقيه الماركات تروح؟ من فضلك شوف السيارات الكوريه اللي ما كانتش عامله تعاقد زينا اتفاقيه الشراكه الاوروبيه، راحت فتحت مصانع في دول تابعه للاتحاد الاوروبي زي سلوفاكيا، وعشان يستفيدوا من الاتفاقيه اللي احنا موقعين عليها. احنا اللي موقعين على الاتفاقيه ما اتفقناش ما استفدناش منها، هم اللي مش موقعين عليها استفادوا منها واحنا بنتفرج. ومع ذلك شوف الطامه الكبرى كمان، لما اكون انا موقع على اتفاقيه اغادير واستورد من المغرب السياره الكاتجار، السياره الكاتجار بتتباع في مصر، سياره بقى لها 3 سنين ما بتدفعش جمارك، بتتباع ب 460,000 جنيه ليه؟ اغلى سعر ليها في العالم ليه؟ العربيه اللوجان حضرتك اللي هي تعتبر يعني عربيه اقل من المتوسطه، تتباع في مصر ب 220,000 جنيه ليه؟ وانا موقع معاهم اتفاقيه شراكه اوروبيه بتدخل بقى لها 3 يعني سنين زيرو جمارك. معلش يا استاذ اسامه، يعني ما فيش جمارك عليها خالص وهي يا فندم 3 سنين زيرو جمارك. طب هي سعرها كام هناك؟ يعني عشان اعرف بس الفلوس بتروح فين. يا فندم هديك مثال على عربيه، اديني مثال. عربيه عندهم اللي هي اسبادرو سانديرو، العربية السانديرو بتتباع طالعة من المغرب بتتباع في اسبانيا ب 4,800 دولار. لك ان تتخيل بقى. يعني ب 100، اقل من 100,000 جنيه. اقل من 100,000 جنيه. يعني بس احنا عندنا بقى مشكلة في ايه؟ احنا الاتفاقيات دي اللي هم اللي بيستفيدوا منها، احنا ما بنستفيدش منها. انت بتدي ايه للمغرب؟ المغرب النهارده انت بتصدر لك سيارات، انت بتديها ايه؟ التجربة التونسية على نفس المنوال، النهارده التجربة التونسية عملت مئات المصانع للسلع المغذية. انت بتعمل ايه؟ انت بتستورد بس. ما الناس دي تاخد مننا. طب انت عندك الصناعه، لا محتاج النظره لقطاع السيارات تختلف. طب العربيه ب 4,800 دولار دي يا استاذ اسامه بتتباع بكام في مصر؟ عندنا بتوصل ل 250,000 جنيه. يعني الراجل بيكسب فيها 150,000 جنيه. لا بص يا فندم، محتاجين النهارده نعرف. تعالى النهارده مش انتوا النهارده
انتوا يعني مثلا كمصلحه الاستاذ اللي كان بيتكلم قبل مني مسؤول مصلحه الجمارك، مصلحه الجمارك دي لما بتسيب من 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 من, من الجمارك لاي سياره، نتنبه لنقطه خطيره قوي. الدوله بتسيب ده عشان ايه؟ عشان يا المواطن المصري يستفيد، يا الصناعه تستفيد، يا الصناعه تستفيد، صحيح، يا يحمي الصناعه بتاعته. لا انا حميت الصناعه ولا المصري ركب عربيه رخيصه. يا جماعه الكلام ده في منتهى الخطوره. استاذ اسامه انا بشكرك جدا على الكلام الصادق الصادم في نفس الوقت، وبشكرك استاذ اسامه ابو المجد رئيس رابطه تجار السيارات. و انا كنت بتكلم على الدولار الجمركي في المقام الاول، وحتى رئيس التحرير كل شيء يقول لي مش موضوعنا مش موضوعنا، بس انا لاقي انه بالمناسبه يعني سالت الراجل بتاع الجمارك عن التهريب والحصيله، قال لي ان احنا عملنا حصيله 45 مليار، 45 مليار جنيه مش دولار طبعا، ده اعتقد انه رقم في تقديري هو ماشي مع المستهدف لكنه اقل مما يجب ان يتم تحصيله. حجم التجاره المصريه 60 70 مليار دولار، لو احنا شفناها في سعر الضريبه الجمركيه تعمل لي مش اقل من 100 مليار جنيه. ما علينا. الجزء الثاني انه محمد البهي رئيس لجنه الجمارك والضرائب في الاتحاد الصناعات والاستاذ اسامه ابو المجد رئيس رابطه تجار السيارات كلهم اجمعوا على انه قرار الدولار الجمركي قرار سليم 100% بيصب في مصلحه الصناعه المحليه والمواطن المصري. ده كلام ثلاثه، وانا قلت لزمايلي هاتوا رئيس مصلحه الجمارك وهاتوا اثنين، واحد من اتحاد الصناعات واحد من غرفه التجاريه، وقول لهم انا اتكلم على الدولار الجمركي، مش عايز اسمع رايه، عايز يقول رايه على الهواء افهم هو صح ولا غلط، هو الكلام مظبوط ولا مش مظبوط، احنا مش بتوع اقتصاد. لكن الثلاثه كلهم قالوا نفس الكلام تقريبا، والله يعني تاني مش مترتب الكلام ان احنا ايه عايزين ناس مؤيده للموضوع عشان يعني نظبطه على الاطلاق. دي اول ملحوظه. هدفنا في النهايه انه الاسعار تنخفض، الناس انا كمواطن وانا مواطن ولي امر واب وخلافه، وعايزين الاسعار تبقى في متناول الناس طبقا لدخول الناس، دي حاجه. لكن الكلام المؤلم اللي المفروض ناخده بتعقل شديد الكلام اللي قاله اسامه ابو المجد، وضرب امثله. انا عارف موضوع المغرب وسالته عليه في اتفاقيه اغادير ان الجمارك المعفيه بيننا وبين المغرب ما فيش جمارك، فبالتالي هم عندهم صناعه سيارات بيقول لك بيحتفلوا بصناعه السياره المليون، تجربه رائعه. المليون سياره لو كل سياره كسب فيها 2000 دولار بس يبقى حقق 2 مليار دولار. 2 مليار دولار في بالنسبه لنا في 20 جنيه ولا في 18 جنيه يعني 45 مليار جنيه، يعني قد حصيله الجمارك. الموضوع يعني انا باصص له بسرعه دلوقتي. المغرب بتكسب من صناعه السيارات 2 مليار دولار، يعني تقريبا قد حصيله الجمارك المصريه. يعني لو احنا ركزنا في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس ودخلنا نوعين ماركتين من العربيات صنعناهم وصدرناهم للدول الافريقيه والدول المحيطه زي المغرب ما نجحت وتونس نجحت، اتصور هيكون عندنا شغل يفتح فرص عمل للشباب، وفي نفس الوقت المواطن المصري يركب عربيه محترمه بسعر محترم. ده الكلام اللي قاله الراجل، قال العربيه جايه من المغرب تمنها بتتباع في اسبانيا ب 4800 دولار، يعني اقل من 100,000 جنيه، حوالي 90,000 جنيه، بتتباع في مصر ب 250,000 جنيه، يعني الراجل المستورد بتاع العربيه لو احنا قلنا بيكسب له 30% يعني بيبيعها ب 150، فوق المكسب بتاعه 100,000 جنيه، ده حرام ولا ده حلال؟